بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام، متابعينا من داخل مصر وخارج مصر، هناخد فيديو ان شاء الله عن اسعار عجول القاني والعجول الدورة الصغيرة. الناس بتسأل عن عجول القاني، العجول القاني 13/7/2023، سوق الخميس بوير بمحافظة أسوان، داخل محافظة أسوان مركز كوبومبو. صلاة النبي. كم عمد عليه؟ كم عليه؟ أهلا عرب، ما شاء الله عليكم. ناس سلوى سبتين وجودهم بالسوق، ما شاء الله عليكم. عمين حياكم الله. معكم حاجة؟ لا والله، جاي ناخذ حاجة. ما شاء الله معلم. كم ده معلم عليه؟ كم معلم ده عليه؟ 23 بالصلاة النبي. كم ده عمدة؟ آخر طرز يا ابني. الأحمر ده كم يا إخوان؟ ب 27 تمام. حياك الله يا عمده، 27 تمام. الله يرزقك. عادي اثبتك على حالك. لا عادي، تسمح عادي. ما شاء الله، كم يا عمده؟ 25 بالصلاه على الحبيب. واصل 25. واصل ولا فلوسه؟ واصل 25. الاسعار بدات تزيد ثاني يا اخواننا، بنقول عيول القاني والعلف بدات ترفع زي ما اللحم رافع، بدات ترفع ثاني. صح ولا كلامي غلط؟ والله ثاني يا بختي. ما شاء الله، كم عليه ده؟ تحت البقر. الله يرزقكم ان شاء الله فيه. من تحت البقر ده اخواننا العجل ده. قلنا بنت بتصور جبت الفقر. الله يسامحك، يا اقول لك ثاني كان انت رايك كبير. انت كل ما بتصور بص علي كده. لا ما تصورني. طب ما انت قلت تصورت. لا ليه في الطور؟ لا ليه في الطور ولا ليه في الطحين وقلت لك جبت لنا الفقر. الله يصلح حالك. هي نعمل ثاني طاب. الاسعار صح. ايوه الاسعار بدات ترفع. صح ولا انا كلامي غلط؟ صح. حياك الله، واحد بيقول لك جبتوا لنا الفقر، الله يسامحك يا اخي. خش قدام شوي. ماشي يا عم، خش كده. خش، احنا عايزين نفس اللقطة اللي قالها دي والله. الله. كم دول يا ابو؟ والله العظيم. كم معلم دول؟ والله كم دول؟ كم دول؟ 46 بالصلاة على النبي. ازيك يا زعيم؟ عامل ايه؟ ها؟ 46 بالصلاة حبيبي. كم يا ابو؟ 46 بالصلاة على النبي. 46 دول. كم دول عمدة ده؟ 31 ونص. 31 ونص. حياكم الله يا معلمين. الله يرزقكم. كم يا عمدة ده؟ من غير فلوس. والله من غير فلوس عاد مين يقدر يشيل؟ الله يرزقك. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. 30 فلوسه ولا بصاله؟ فلوسه 30,000 جنيه بالصلاه على النبي. الله يرزق يا عمري. السلام عليكم. السلام مرحبا. السلام عليكم. كم بالصلاه على النبي دول؟ كم معلم دول؟ عليك يا غالي. الوكيل ب 24 و500. 24 و500 ده. الله الوكيل دي. دي انتاية دي. انتاية ده، خلنا في النت كده. انتاية. برضه انتاية. كام يا عمدة عليها الثاني؟ 23 و800 بالحلال. حياك الله زعيم. ما شاء الله 23 800 ثورة الرجل. 24 700 بالصلاة على النبي. حط رقم تليفونه. مقسوم ان شاء الله. حط رقم تليفونه. نعم. حط رقم 011 2 3 2 5 8 2 4 الله يرزقك. الله يبارك. تحيا مصر. حياك الله. تحيا مصر. حياك الله. تحيا مصر 3 مرات. مرة واحدة ازاي؟ ازاي قام؟ ما شاء الله. اوه هنا تجار الجمال حاضرين. ليه؟ ايوه ايوه ما يصلح حالك. هلا بدنا نخلص لحالك. ينور عليك مجمل انت. تجار الجمال وصلوا هنا بس مش عايزين يتصوروا. بعت الجمل الله يرزقك. كم عليهم ده يا جد؟ كم؟ 30 و300. 30 و300 لاجل ده؟ 300. سلام. يا راجل مزيرنا ما هجناه البطلة حجل وقتل السودان. زعلان بيقول الجمال بقى بطلت له عاديه. في ناس برضه لسه عقليتها زي ما هو. يصلح حالكم ربنا، ونقدر نقول غير كده احنا. في ناس زعلانه من التصوير بيقولوا احنا قال ايه؟ سبب الحرب في السودان. يا جامد. في ناس بتقول احنا سبب، قال تصويرنا سبب الحرب في السودان. فايه الله يصلح حال العباد ويرزق البلاد لحالنا وحالكم.
لك عارف صح اخواننا احنا سبب الحرب في السودان لسه في عقليات بتقول ايه التصوير ده هو اللي خرب الدنيا ما شاء الله بنحاول نبين الصوره للناس وهم في ناس ما عمده كام ده عمده 28 يا عم الله يرزقك فيه ان شاء الله ما شاء الله نشوف الدنيا ماشيه ازاي السلام عليكم يا معلم ما شاء الله عليك ما شاء الله كم دول يا معلم المار كله ماله ما شاء الله كم دول يا معلم 51 وربع 100 يا عم الحلال 51 وربع 100 حياك الله يرزقك فيهم ان شاء الله وش بقى 55 يا حبيبي الله يرزقك فيهم يا حاج صل على النبي اللهم صل عليك يا رسول الله السلام عليكم كم يا بطل كم يا معلم دول 62 يا محمد يا شطار 62 بالصلاة خلاص عاد تعال ماشي عاد 62 بالصلاة على الحبيب 47 ونص الفيروزي ده كم 47 ونص الاثنين ايوه يا عم سعر الجملة يا ابو حقوا 47 ونص خش بتاع الفراد انت 47 ونص مع الناس الطيبة دي يا غالي ايوه يا عم ما شاء الله كم وكم طاب مع بعض يعني 34 24 ونص 47 ما شاء الله صار معك 26 ما شاء الله يعني السوق غالي ولا رافع النهارده لا هذا كويس والله في المعقول يعني ما شاء الله في متناول الجميع الله يرزقك ما شاء الله الله يرزق الناس يا عمي الوجوه السامحه اللي تخليك تصور وتخلي الناس تتبسط من التصوير في ناس اصلا زعلانه من التصوير بقى يقولوا انتوا جبتوا لنا الفقر لا يا عم الحاج والله الهدف متناول الجميع متناول الجميع ايوه يا عم حياك الله الله يرزقك يا عم فيهم ان شاء الله الله يرزقكم فيهم ان شاء الله يا عرب كم يا عمده دول؟ لا يبقى لف وش الناحيه الثانيه مش عارف الصوت على طول كم دول يا بطل؟ كم دول؟ بس استنى اصبر ها؟ في ثلاثة ثاني زيهم ما شاء الله الله أكبر كم؟ 110 ستة؟ ولا 8 7 بالصلاة على النبي عليهم كم؟ خذ وقف دقيقة بس 7 دول عليهم كم؟ صفرين مصر؟ بقسلمونا على القاهرة ولا كم فلوسهم؟ فلوسهم 110 110 يعني قطع على كم؟ قطع على كم الواحد؟ 7 دول أجانب بالصلاة على النبي؟ كم معلش ده ما سمعتش؟ 23 22 والباقيين زي ده؟ 19 18 7 حتى الله يبارك لاصحابهم ومسافرات القاهره دول حجزات في اي في في اي في صح الله؟ الصلاه على النبي رايحات القاهره طيران بقول لك حجزات طيران ولا قطر؟ لا قطر مسافر حياك الله جو نوم دول 7 لهم 110 دول بالصلاه على النبي الله يرزق الجميع راشد بهاي مسافر يا عم قول لي بقول لك قول لي مين مسافر القاهره دول البهايم مسافره والله بلوش يا جماعه ده بيشتغل حاضر ما شاء الله الله اكبر الرجل بيمضغ يا اخي كم عليه ده؟ قلب يا معلم صور يا حبيبي ما شاء الله عليك اه الناس يا عمي صور هنا طلعنا يا عم كم دول بالصلاة على الحبيب يا معلم؟ كم دول؟ الحلال 56 بس الحلال 56,000 بالصلاة على النبي الله أكبر 56,000 جنيه كم وكم؟ مال المزارع يا حبيبي مع بعض ولا قسمن؟ 27 29 29 بالصلاة على النبي الله أكبر الله يملهم لك بركة وترزق فيهم إن شاء الله ترزق إن شاء الله فيهم ما شاء الله عليك الله يرزقكم فيهم إن شاء الله عرف عمده يا عم يا اخبارك جو سخن النهارده ها كم بالصلاة على الحبيب 58 كم وكم ولا قاسمن 30 28 بالصلاة على النبي الله يرزقك فيهم ان شاء الله السلام عليكم كم يا رب بالصلاة على النبي ها 44 ونص بالصلاة على النبي كم وكم لا لا بس تمام رضا كده حلوين كده حلوين كده تمام زي الفل زي الفل بس ودول 51 و50 البيع والشراء بالصلاة على النبي الله يرزقك بالصلاة على النبي الله يرزقكم فيهم ان شاء الله الله يرزقكم السلام عليكم معلم
سلام عليكم. ابي يا ولد ده ليه كده دم الغزغز ده ما متعرض كم عمده اي عيل فين ب 26 اي عرض ده ها عرض كم واحد دول بالسنة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة معنا أوكازيون هنا بالصلاة على النبي ستة؟ أي عجل فيهم بستة وعشرين؟ بالصلاة على النبي يوم ده بالصلاة على النبي هنا أوكازيون يا إخواننا ستة وعشرين بالصلاة على النبي أي عجل فيهم؟ آخر موسم بستة وعشرين بالصلاة على النبي الله يرزق ده تبعهم؟ لا ده ب 28 ليه ما أوكازيون أنت قول؟ أوكازيون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أوكازيون بالستة يا إخواننا الله يرزق الجميع ما شاء الله تبارك الله طب حط رقم تليفونك ها هنا ما شاء الله دول يا اولاد بالصلاة على إدارة 28 وهنا دول ستة بتكلم فيهم على 26000 جنيه في حد معاه رقم تليفون والله ما بيشيل هنا خلاص تمام ما بيشيلش التليفون يا غالي الله يرزقك يا عرب بالصلاة على النبي ونروح نشوف الجد وين الله يرزق العباد ويحسن حال البلاد لا تنسونا بلايك او شير والاشتراك في القناه والصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كم معلم ده؟ حماده وين حماده؟ كم ده بطل؟ كم ده؟ 21 و200 انتهى دي ها؟ 21 و200 بالصلاه على النبي. الله يرزقك فيها ان شاء الله. نشوف باقي الايه؟ النتي كده كم يا عمده؟ 21 نتي دول ها؟ نتي 21 ها؟ 21 ونص كم دي؟ 22 بالسنة 19 و19 يعني أي حاجة عندك هنا تبدأ من 19 حياك الله يعني 19 22 21 ونص 21 الله يرزق العباد كم معلم دي؟ 19000 الله يرزق الجميع ودي كام يا بطل قلت لي؟ 21 بالصلاة على النبي كده احنا دخلنا في اللي العجل العجلات القاني النت القاني الصغيرة لا تنسونا في لايك او شير والاشتراك في القناة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونبدا ايه ونختم بالجد حبيبي ما شاء الله عليك صلي على الحبيب قلبك يطيب حياة كريمة مرحبا بقناة أصوات بلدنا حياك والله صلي على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام الأسعار من اليمين للشمال اليمين هنا اليمين هنا اليمين هنا خليك اليمين هنا اليمين هنا اليمين هنا اليمين هنا ما اليمين هنا هنا بصور أنا صور الله يبارك كم؟ 19500 19 16 500 أنسة 18700 أنسة أنسة كم دي؟ 18700 بالصلاة على النبي الله أكبر 18700 ذكر 14 أنسة وذكر ذكر 14 أنسة كم الأنسة؟ 14700 أنسة 16200 بالصلاة على الحبيب قلبك يطيب ونختم بيك صلى على الحبيب قلبك يطيب ونختم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونكتب بالصلاة على السلام عليه الصلاة خد حاجة 11 5 2 4 2 8 1 6 3 وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا تنسونا بلايك وشير وبنخدم بحب نكتب بالمعلم راجل ما شاء الله من الناس الطيبة ونكتب بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم كل من مشاهدنا كل من يشاهدنا يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم